التغيير جميل ولطيف ونظيف، لكن مش كل حاجة ينفع تتغير. أيها الشعب، أنا جاي النهاردة أقول زي ما الحكومة القديمة كانت بتقول بالظبط: لا مساس. لا مساس، لا مساس بالتعليم. عايزين دستور؟ نزل لهم يا ابني واحد دستور من عندك. عايزين حرية؟ نغرقكم حرية. عايزين ديمقراطية؟ خدوا ديمقراطية. لكن نتمادى ونستهبل ونطالب بتغيير التعليم؟ أهو ده اللي مش ممكن يحصل أبدا. يجي واحد يقول لي ان الشعب لما كان بيقول الشعب يريد اسقاط النظام، كان قصده انه يريد اسقاط نظام كل حاجه بما فيها التعليم. انا مضطر اقول اسف، ابسولوتلي ما حصلش. ما هو يا جماعه مش معقول نكون متعلمين تعليم محترم زي ده ونسيبه نروح نتعامل بمهارات عرفناها في الحياه مش في المدارس. عندك مثلا المرحله الابتدائيه، ودي المرحله اللي الدوله بتحاول تعلمني فيها ما هو الفرق بين البي الثقيله والبي الخفيفه. بي فور بوك، بن بي فور بن، ولا بيفور بابا، ولا بيفور بوب. عندك بقى بعد كده المرحله الاعداديه، ودي المرحله اللي الدوله اتاكدت فيها ان انت عرفت ما هو الفرق بين البي الخفيفه والبي الثقيله. ولاني ما كنتش عرفت لسه، فبدخل على المرحله الثانويه عشان ادرس بتركيز وبتمعن ما هو الفرق بين البي الخفيفه والبي الثقيله. اللي عرفوا الفرق بين البي الخفيفه والتقيله دخلوا علمي، واللي ما عرفوش الفرق دخلوا ادبي زي حالاتي. اما الجامعه فهي المكان اللي بعرف فيه ان الحياه فيها حاجات كتير زياده عن البي الخفيفه والبي التقيله. وبعد ما خلصت الجامعه عرفت حاجه مهمه جدا، فرب تبيه. بس للاسف برضه ما كنتش عارف اذا كانت تبي تقيله ولا تبي خفيفه. نظام التعليم المصري اللي انا اتعلمت فيه اثبت على مر العصور انه نظام ما يخرش الميه. نظام خرج هبزه، وكان هو السبب الاساسي في اشعال الصحراء. يعني مثلا الدراسات اثبتت ان المصريين بيقضوا وقت طويل جدا على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تفتكروا ليه المصريين بيقعدوا كتير على النت؟ اكيد بيهربوا من حاجه اسمها التعليم. ناس كتير كانت تعرف ان الثوره كانت يوم 25، وناس كتير كانت تعرف ان اليوم ده هو يوم عيد الشرطه، لكن اللي محدش واخد باله منه الثوره حصلت في اجازه نصف السنه. اجازه نص السنه اللي بدات يوم بدايه الثوره وانتهت بسقوط النظام، دي اكبر من انها تكون صدفه اساسا. ولهذه الاسباب انا قررت اني استفيد من كل معلومه عرفتها في دراستي. مش هقبل مثلا ان امي تقول لي هات بطيخه مدوره وانت جاي من الشغل وخلاص على كده. لا، امي لازم تذكر حجم البطيخه وترسم دايره نصف قطرها يساوي نصف قطر البطيخه، ونجيب البرجل بقى والمنقله ونشتري بطيخه على اساس علمي متين. من ناحية تانية هيكون مطلوب من أي حد إن هو يعرب الكلام اللي هو بيقوله لي، وفي حالة استخدام اللغة الإنجليزية لازم السبيلنج يكون محترم والجرامر يكون صحيح. مش هسمع أغاني من غير ما أطلع مواطن الجمال والمحسنات البديعية في كل أغنية أنا بسمعها، ولازم أعرف ما الذي كان في بطن الشاعر حينما قال كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي يا ترى أنا اتعلمت الحاجات دي كلها ليه؟ ها؟ ليه؟ 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 ها؟ ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ قررت ان انا اقف وقفة واعمل ثورة واقول لا لا لا. من النهاردة حساب المثلثات هيشتغل، والجغرافيا والتربية القومية والدراسات الاجتماعية، وهنزل في الميدان وازعق بعلو صوتي واقول عيش حرية دراسات اجتماعية، عيش حرية دراسات اجتماعية.